رغيف من الخبز محشون باللحم، يقلب على النار فيتحول لونه إلى الذهبي الذي تلمع له أعين محبيه. تعالوا نتعرف إلى الحواوشي المصري. أول من صنع هذا الرغيف هو أحمد الحواوش، الذي كان يجوب شوارع القاهرة جاراً عربته الصغيرة المليئة بأرغفة اللحم. ومع إقبال الناس عليه أصبحت الأرغفة شهيرة لدرجة سميت باسم صاحبها، وغدت واحدة من الوجبات السريعة الشعبية في مصر. في بلدان عربية أخرى تعرف أرغفة الحواوشي بمطبق اللحم أو المحاجب، لتبقى أرغفة الحواوشي رمزاً للطبق المصري الفريد والذي لا يستلذ به متذوقه إلا في أجواء القاهرة الشعبية.